إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا مع الإسلام كالشاشة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبنا يا رسول الله، صلوا عليه إخواني وسلموا تسليما. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن يختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين آمين. أما بعد، نتبادل اليوم أطراف الحديث في خلق سلوكي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سلوكه النبوي وهديه الرائع الذي يجب أن ننتبه إليه في حياتنا في هذه الأيام، إذ أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعدى المظاهر إلى السلوك وإلى المعاملات وإلى الأخلاق وإلى ما يسمى بالمآلات. المهم أن تكون المآلات خير، وبالتالي نتعلم اليوم كيف كان يحتوي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال التركيز على المآلات الآخرين الذين حوله، سواء كانوا من أهل بيته أو من أقاربه أو من خصومه أو من أعدائه، حتى نفهم كيف تكون قضية بعد النظر مهمة جدا في التخطيط لتغيير المجتمعات، للتخطيط حتى في التنافس التجاري. ماذا أريد أن أكون بعد 5 سنوات؟ ترون إخواني، الشركات المهمة والكبيرة تقول لك بعد 5 سنوات سوف نفعل كذا وكذا وكذا، أو بعد 10 سنوات، أو بعد 20. كيف يفكرون هؤلاء؟ كيف يحسبون لهذه السنوات؟ هذا علم قائم على بعد النظر واعتبار المآل والخطوات التي سأسير عليها اليوم لأصل بعد 5 سنوات إلى تلك الدرجات. خلق الاحتواء، ما معنى الاحتواء؟ الاحتواء معناه السيطرة على المشاعر السلبية. كل إنسان فينا إخواني عنده مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية. عندما أستغضب، عندما أستثار، عندما تكون لك مشاعر سلبية، صاحب الأهداف السامية، صاحب الرؤية الشريفة، صاحب المآلات الذي عنده هم بعيد النظر، يسيطر على المشاعر السلبية ولا يخرجها، لأن همه الغد وليس الآن، همه مستقبلك لا واقعك الحالي. لذلك نأخذ أمثلة، بالأمثلة تتضح الأمور. إذا تذكروا التعريف: السيطرة على المشاعر السلبية. ذلك النبي شو بيقول في حديث جميل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. تعرف المصارعة؟ تعرف المصارعة؟ الشديد ليس الذي يصرع بعضلاته، لا لا لا،
وإنما الشديد يعني القوي الشديد من يملك نفسه عند الغضب. مش بعد ساعتين من الغضب، لا، للوهلة الأولى استغضبت سيطرت، أنت شديد، أنت قوي، أنت عندك إرادة، أنت عندك فيجن، في عندك مآلات. بضرب مثال علماء الإدارة على أحد مدربي فرق كرة السلة، بضربوه كنموذج للإنسان الذي يسيطر على المشاعر الإيجابية والسلبية. يقول طول المباراة يكون هكذا يراقب، سواء خسر أم ربح الرياكشن واحد. لماذا؟ قالوا هذا إنسان نموذج للسيطرة على المشاعر، لا يغضب إذا ما جاء يعني هدف في مرماه، ولا يفرح إذا ما أحرز هدفا في مرمى الآخر الخصم، لأنه يفكر فيما بعد اليوم، عنده سيطرة على المشاعر. هذا إخواني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وله المثل الأعلى لا شك، لا نقارن ولكن نضرب أمثلة. نعود إلى النماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يملك الغضب عندما يستغضب أو عندما يثار، لأنه هاي بتهمنا في علاقاتنا مع أبنائنا وبناتنا ونسائنا وأزواجنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا العامة. النموذج الأول موقفه مع عمه عبد العزة ابن عبد المطلب. النبي إخواني أمر عليه الصلاة والسلام أن ينذر عشيرته الأقربين كما جاء في الآية، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا سأنذر عشيرتي لابد أن أجتمع بهم، فدعاهم إلى منزله على طعام، وهذا وضع الناس لما بدي أتكلم مع عشيرتي في شيء مهم، نولم ندعوهم يأتوا ثم أتكلم. في المرة الأولى عم أبو لهب هذا أخذ المايكروفون بلغة اليوم وأخذ الصدارة في الحديث، وما ترك للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة أن يتكلم. أدبا وتواضعا النبي أجل الموضوع عليه الصلاة والسلام، لم يتكلم معهم في ذلك اليوم لأنه أخذ الوقت منه عمه. فكررها مرة أخرى، فجاء أبو لهب وفعل كما فعل في الأولى وأخذ الوقت كله، كررها ثالثة فجاء وفعل كما فعل، فلما كررها رابعة لم يدعه، خلاص وصل. إنه الشاهد في الحديث، هل سمعنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كلمة سوء تجاه عمي أبي لهب؟ هل سبه؟ هل شتمه؟ هل نزع الفيسبوك؟ شوفوا شو بيعمل عمي فيني؟ لم يتكلم بأي مشاعر سلبية. ما الذي فعله؟ احتواه، خلق الاحتواء. لماذا؟ لأنه يعتمد على المآلات. أنا لا يهمني الآن، أنا أركز على الخواتيم، المآلات، الغايات، الأسماء، الشرف، هاي قضايا تذهب. لذلك إحنا في البيزنس شو بنقول؟ لا تركز على الديل باي ديل، وإنما at the end of the year as a package. أنت عامل مصاري، لذلك إخواني هذول لما تروح ترجع أنت سلعة لهوم ديبو ولا بيقبلوها منك، هم ما عم ينظروا للبيعة اللي باعوك إياها كخسارة وربح، بنظروا في آخر السنة وبحطوا 100,000 200,000 ونص مليون مسترجعات، ما في مشكلة، بس في الأخير هو عامل 4-5 ملايين أرباح. هكذا تنظر القضايا من ناحية اقتصادية وكذلك من ناحية سلوكية مجتمعية. لذلك الاستيعاب والاحتواء مهم جدا، وهذا ما يغير من حالة الخصومة أحيانا إلى حالة النيوترال المحايدة، إن لم تكن إلى حالة الدعم والموالاة. وكم من صداقة جاءت بعد عداوة بسبب ماذا؟ خلق الاحتواء، خلق التواضع، الابتسامة. طب هذا أيضا هو سنة، أنا مش بس السنة كيف ألبس وكيف لحتي وكيف، لا، السنة السلوك، وخاصة عندما تكون في منصب رب أسرة، مدير مؤسسة، عندك رئيس رابطة، رئيس جمعية، رئيس شركة، لابد أن تحتوي. هذا نموذج. طبعا النبي ما سب عمه إلا لما جاءت سورة المسد،
يعني من القرآن، هو ما فعل شيء. الله عز وجل أنزل القرآن فأخبر الناس بالقرآن، أما هو تجاه عمه احتواء كامل. طب ما بالنا إحنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولاد عمنا وإخواننا وأخواتنا؟ بدنا نحتوي إخواني، لأنه زي ما قلنا في الأسبوع الماضي، ما في إنسان ما بيغلط، ومش لازم أفترض أنه غلط بالعمادة، يعني عم بتقصد. لا، ولو فرضنا أنه بتقصد، يا أخي علمه، يعني اشعره بطريقة ممتازة، بطريقة فيها احترام. الريسبكت إخواني very important، تحترم الإنسان اللي بيغلط، لأنه بالأخير هو إنسان. استوعب، احترام، تواضع، سيأخذ منك إن شاء الله تعالى. النموذج الثاني في موضوع الاحتواء، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخصوم من حكومة قريش، من زعامات القبائل. ما سب أحدا منهم ولا شتم أحدا منهم، بل بالعكس كان يقول لهم: ما بكم تسمعوا لي؟ ما تسمعوا لي، ولكن أذكركم برابطة القرابة. إحنا كعرب عندهم قضية القريب، يعني كان له اعتبار، فكان يذكرهم بالقرابة: اسمحوا لي على الأقل أتحرك، اسمحوا لي أتكلم. فقمة الاحتواء وقمة الأدب وقمة الرقي وقمة التواضع، وهذا التواضع هو الذي وصفه الله عز وجل كما أسلفت في الخطبة السابقة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو أحيانا الناس بتصرف تصرفات تفجر، بتفقع، مش هيك؟ في ناس بتغطوك، احنا برضه احنا بشر، لكن الإنسان اللي عنده فيجن بمشي. معلش، أنا عندي أهداف سامية، ما حلحق هؤلاء. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا نبتغي الجاهلين. أنا هدفي شريف، هدفي أسمى، أضيعه في هذه السفاسف وهذه التفاهات. واضح إخواني؟ هذا نموذج آخر، إذا مع الخصوم من الأعداء. نموذج آخر مع الأصحاب، يعني الصحابة الكرام. تذكرون في ناس سبحان الله عندهم فهمهم شوي، نقولوا بلغة اليوم يعني ثقيل، أو عندهم، خلينا نقول نكون يعني موضوعيين، أحيانا الطرف الآخر لا يدرك أن ما فعله بالنسبة لك غير مقبول. اختلاف الثقافات. أعطيكم مثال سريع من حياتنا بعدين نرجع للمثال من السيرة. أحيانا أنت you hire somebody to clean your office، بيجي وبينظف وبيطلع وبيعتبر حاله هو ايش؟ نظف حسب معياره هو، تمام، حسب معيارك انت، ولا منظف ولا عامل شيء، لسه بدها شغله. فهو القضيه كيف ينظر الانسان للموضوع من زاويه ثقافته. لذلك لازم يكون في شيء مكتوب، بدك تعمل الطاوله والكرسي والنيون والسقف والسيلينج والتايل، فلما تيجي تكتب له ميشن ستيتمنت هي ويل جو ستيب باي ستيب. اما قل له نظف بشكل عام، نظفت. لذلك أحياناً لازم أنت تبين للطرف الآخر أن ما فعله خطأ، وأحياناً الناس لا تعترف أنه في خطأ أصلاً، لا تعترف أن هناك مشكلة، فكيف ستطلب منهم أن يحلوها؟ إذا بتوضح له: والله يا أبو بيان، التصرف اللي تصرفته كان مش صحيح. والنقطة الثانية، ما تقول له مزعوب، لا تقول له وأثر في مشاعري، ولو سمحت ما تعيدها، وأنا ما بحمل عليك في قلبي أي شيء. يا سلام، أربع محاور لتوصيل رسالة يا أحمد: تبين الخطأ، تبين أثره على مشاعرك، تطلب منه طلب صريح، وبعدين تقول له: أنا لا أحمل في قلبي عليك أي شيء، وما تبيتها. فنرجع للمثال مع الأصحاب. فالنبي في يوم من الأيام كان متزوج، يعني عرس، فأولم للأصحاب، وكان بيته صغيرا لا يتسع لكل الأصحاب دفعة واحدة، فكان يدخل المجموعة تأكل وتغادر. آخر مجموعة عم بويان شو عملوا؟ أكلوا وتسامروا، ممكن مش شايفين بعض من فترة، جلسوا. طيب خلص الوقت وخلص الغداء وعرس الليلة وفي خصوصيات وفي برايفسي،
وهذول بيتكلموا مستأنسين لحديث. فالنبي شو احتواء، بالله حط نفسك مكانه، انت شو بتعمل؟ تقطع الكهرباء؟ روح خلاص. ممكن تتصرف تصرف يعني ما تسيطر، لكن سبحان النبي ما سمعهم ولا كلمة. شو هالاحتواء؟ شو هالقدرة هاي؟ الفيجن، المآلات. كل اللي عمله سيدنا النبي خرج برا البيت هيك شوي مشان يوصل رسالة. تانهم انتبهوا في الأخير. فأنزل الله فيهم قرآن، أنزل فيهم ولا مستأنسين لحديث فإن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. لكن شوفوا نموذج طيب جدا، قضية الاحتواء. الاحتواء لأنه أنا يمكن هو مش منتبه. دائما إخواني فسر خطأ الآخر لمصلحته لا لمصلحتك أنت. تسلم في قضية المشاعر، يعني يسلم قلبك. فسر خطأه لمصلحته، إنه لعله مش منتبه، لعله نسي، لعله ما انتبهش، لعله ما حداش حكاله، لعله ما اندعى، لعله ما قرأش الرسالة، لعله ما قرأش الإيميل، لعله 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 لعله، حتى يبقى القلب ماذا؟ سليم ونقي. وإذا ما وجدت له عذرا لم نفسك، لعلك أنت لم تبين له. يا سلام، خلق الاحتواء ما أرقاه وما أجمله. هذا نموذج مع الأصحاب، نموذج أيضا مع كبار الصحابة، مثل أبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، احتوى الموقف. لكن هون في قضايا بتمس العقيدة بصلحها، وما في، لذلك دائما بقول في احتواء وفي حزم. أحيانا حزم، قال له أبو ذر هاي صفات واحد من الجاهلية. والعلماء شو بيقولوا؟ هل انتزعت صفة الإيمان عن أبي ذر لما قال له أنت فيك جاهلية؟ لا، المعصية لا تخرج من الإيمان، المعصية لا تخرج، وكان مؤمنا، عصى الله سبحانه وتعالى ولكن الإيمان بقي، لكن الذنب موجود. فذهب أبو ذر يعني أصلح الموقف مع بلال، وتعرفون التفاصيل. على حياتنا اليوم في الوقت المتبقي، كيف أحتوي زوجتي، زوجي، أبنائي وبناتي؟ هذول أهم عناصر لازم أطبق عليهم فكرة الاحتواء. زوجتك يا أخي ما طبخت، أو الطبخة انحرقت، أو حطت ملح بدل السكر، أو ضع أي احتمال بدك إياه، شو نعمل؟ نطبش الدار؟ في ناس بيقيم القيامة، طيب وين خلق الاحتواء؟ وين السنة؟ بتقول أنا بأتبع السنة، اتباع السنة بس تلبس الدشداش؟ اتباع السنة السلوك، اتباع السنة الاحتواء، اتباع السنة الواقعية، إنه بالأخير هي مش متقصدة، هي زوجتك، أم أولادك، مش صار الخطأ، لا، أنت خذها، تعلمها، take it easy، turn the page، ما انتهتش الدنيا، هي مش متقصدة يا أحمد، لو متقصدة موضوع مختلف. طيب ابنك، وأنا دائما بضرب هاي الأمثلة إنه بيجيني أسئلة، يا أخي بقول لابني تعصل لي بيجيش، لأنه طريقتك في سؤاله للصلاة مش مزبوطة، مش تعصل لي، حاول تكون أكثر يعني ملامسة لشعوره هو كطفل. قل له يا بابا متى بتحب نصلي مع بعض؟ بسموه في علم الإدارة أو علم المناظرة الإلزام، ألزم الطرف الآخر من لسانه. شو بقول لك يا بابا؟ بقول لك ما بدي، بقول لك يا بابا كمان 20 minutes. قل له ماشي. هلا مين اللي بصير عد على الساعة، أنت ولا هو؟ هو. فأنت بهالطريقة ريحت نفسك، حملته مسؤولية، أعطيته ريسبكت واحترام لوقته. ممكن يكون بيلعب جيم، ممكن يكون أجلكم الله بيروح على الحمام، في ناس بتطول بالحمام، ممكن عنده شغلة بده يخلصها، مو بني آدم زي ما أنت مريت بهالعمر. أما لما أقول له تعال صلي، هو حيجي مشانك، مش لأنه بده يصلي، وحيجي بلا وضوء. أغلبهم بيكذبوا لأنه أنت 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 يعني ما أشعرته بقيمة الاختيار. هذا أيضا من 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 أدب الاحتواء أو من روعة الاحتواء، خليه هو يأخذ القرار. ما دام الوقت مفتوح، لسه صلاة العصر مطولة، ما تلزمه. احنا مشكلتنا احيانا اخواني كآباء امهات، احنا بنختار الوقت اللي اريح إلنا، مش الانسب لاولادنا. فبتلاقي الام بدها تشوف المسلسل، اسكتوا يا اولاد،
هلا بدك اياهم يسكتوا، مش مشانك انت، مشان تحضري المسلسل. لكن ما سالتي نفسك هم شو عم يعملوا؟ يمكن في نص اللعبه، في نص جيم، بدوش يسكت يا اخي، ما هو بيته، هو عنصر في هذا البيت ومن حقه ان يتكلم. فايك بصير عندنا المشكله، ايش مشكله العنف في البيوت؟ انه احيانا احنا بننسى انه اولادنا هيومن بين، بشر يمرون في مشاعر التعب والارهاق، ويمرون في مشاعر الباد مود، وبيمروا بمشاعر الديبريشن، وخاصه في امتحانات وفي جامعات وفي فاينلز وفي في بروجكتس وفي في في كمان جاب في الكلتشر. يعني تخيل لما بنتك المحجبه الوحيده في الصف، وبتروح كل يوم، واكيد تسمع بتشوف حدا بينتقد، ففي ضغط، في بريشر، وحتى لو مش محجبه، وبتاكلش معهم لما يكون في بورك في في في, في اللانش. احنا على فكره لا نشعر ب يعني الاباء احنا ما مرناش بهالمراحل، لكن هل تخيلت انت نفسك في هذاك الموقف كيف حيكون شعور بنتك اللي صف رابع او خامس، اللي هي هيك تربت بس مش فاهمه والكل بتطلع عليها؟ مش سهل يا اخواني، مش سهل. لذلك بدنا نعمل احنا سبورت، بسموه ايموشنال سبورت لاولادنا، مش نقهرهم في البيوت كمان، لانه انت ضلك اقهر ضلك اقهر ضلك اقهر، بس عمرها 16 17 شو بتساوي البنت؟ I don't need this kind of relation or life. ضغط ضغط، لا إخوان، بدنا نحتوي وننزل لمستوى الأولاد، مش يخليهم يطلعوا لمستوانا في المعاملات. في العلم بيطلعوا لمستوى العلم وبرتقوا، بس في التعامل والسلوك هدي اللعب، احتوي أخي. طب غلط ابنك، ما انتهتش الدنيا، احضنه وعلمه من خطأ. وإحنا كلنا تعلمنا من شكل مثل بقول، بتعلمش إلا من كيس يا عم بويان، مش هيك عم محمد؟ تعلم من كيس الإنسان. طب ليش أنت تقبل هذا على نفسك ورافضه لأولادك؟ خليهم يتعلموا أخي من تجاربهم، والدرس اللي بنقرص فيه الواحد عمره بنساه؟ عمره ما بنساه. أما أعطيه السبون في الماوث، أحط المعلقة في عمره ما بتعلم. فيا أخوان الأمثلة كثيرة، لكن هذا أحببت أن أشارككم فيه، خلق الاحتواء، هدي نبوي، والإنسان يطلع على المآلات للمستقبل مع الادجستمنت. دائما في طبعا في مدى، ما بعطي الخطوره وصار في دينجرس لا بدي اتدخل، اما في الوضع اللي الطبيعي اعطوا اريحيه حتى تنهض يعني هذه الاسر بطريقه صحيه، والعلاقه تكون بينك وبين اولادك قائمه على الثقه، مش قائمه على الخوف ولا تجنب الغضب ولا بديش ازعل، لا خليها ثقه متبادله. وبتسالني اخت من الاخوات، طيب اذا اعطينا اولادنا حريه بيصيروا كل شيء بدهم مش اياه؟ قلت لها لا، في حل، مش كل شيء بدي علمي اولادك، اما بقنعكم او بتقنعوني، وخلي عندك الاستعداد اذا اقنعوك شو تعملي؟ روحي مع رايهم. انا بعلم ابني بهالطريقه يكون قائد. طيب ابو تعال ليتس ديبيت، وايش وجد؟ والله اذا وجدت نظره صح انا معك يابا، انا مع قرارك. تعلمه يكون عنده انا رايي يؤخذ، معناته انا مهم. والرأي الذي يؤخذ بالمشورة الكل يعمل على إنجاحه، لكن إذا كنت ديكتاتورشيب بدكم تعملوا هيك، بيحاولوا يفشلوا القرار لأنه أخذ بطريقة إيش فيها غصب وهكذا. أسأل الله لي ولكم الخير، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.